السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. سؤال ملح وسرعة سرعة، يلا يلا قبل ما يقطع النت عنا في العراق. الله يفرج همكم يا رب العالمين. طيب السلام عليكم حبيبتي، بعض الأخوات طلبوا من حضرتك تعملي فيديو خاص عن الغنة المرققة، كيف ترقق؟ لأن عندهم خطأ في تفخيمها، يقول كيف الطريقة للتخلص من تفخيمها. دائما الناس بتقول كيف نفخم الغنة كيف نفخم الغنة، دول عكس الناس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يا أخوات، الغنة لها المخرج خاص اللي هو الخيشوم. الغنة بتيجي من هنا، مخرج خاص. طيب في حال الإدغام والإخفاء، هاي سواء في النون أو الميم هو اللي فيها غنة، غير هي والإقلاب. والإقلاب أساسا إخفاء، إخفاء الميم الميم الشفوية. طيب فالإدغام والإخفاء هم الأساس في اللي فيها غنة. يعني النون عادة أن أن أن، النون المشددة أو النون العادية فيها برضو غنة. النون العادية اللي هو الساكنة المظهرة غنتها إيش؟ غنة طبيعية اللي بنسميها الغنة الناقصة. طيب الغنة الكاملة والغنة الأكمل، المشدد غنة أكمل ما يكون، أن أن، واضح؟ بتطوليها. أوكي نيجي للغنة كيف نرققها. اساسا انا قلت لكم كيف نرقق الالف، الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، صح؟ فاحنا قلنا خليك على نفس وضعية الحرف اللي بدك تمدي الالف، فحتقولي سا سا ح ح، ما تيجي صو صو، على نفس الوضعية هذه الالف. طيب الغنة نفس الشيء. انا بدي مثلا اقول الغنى، انتبه، ميم حتطلع، اكيد حتطلع ايش؟ مرقب. ميم مال، ميم، انت قلتي ميم ميم ميم، فحتقولي ميم قص، حتطلع مرقب هنا، حتطلع مرققة. طيب ناخذ اللي بعدها، النون مع النون، من نعمة، انت حتروحي على حرف النون، من لقدام، مني، بس مش وين النون؟ امام في المقدمة اللسان. ايش حتعملي؟ بس حتروحي هناك وتعطي غنة، من نعمة، بس، واضح؟ طيب نيجي مع الواو، مع الواو، ميو، انت حتجيبي واو، ام ام، صح؟ هذا صوت الواو، او او. طيب انت هنا حتجيبي غني مع الواو، او ميو ميو. ركزي ركزي انت على الحرف اللي بعد الغنة، كيف حيكون؟ ميو. طيب بدي اجيب غني معاها، ميو على طول. الغنة اساسا حتطلع معاكي بسرعة، مش حتسحبيها لورا. انت اذا سحبتيها لورا حصير فيها تفخيم. التفخيم كل ما هو انك تسحبي الى الخلف، الى معمل التفخيم. طيب مع الياء، اي اي اي، صح؟ اي اي، خلاص جيبي، اي اي اي. بقى انا على وضع الياء قريبة من الياء، تمام؟ او على وضع الياء، يا عادية، يا اي اي، بس. طيب نروح لو قول نفسها، قول أمنة نعاسة، أمنة
قدام، الغنة كلياتها في الأمام، وارمي ارمي على طول برا برا برا. ولكل ولكل وجه، اعملوا هذا صوت هاي، ولكل هذا هذا صوت رخاوة، لا أنا بدي غنى. ولكل اشتغلت. خيري خيري، الياء بديها معها غنى. خيري هذا صوتها، سهل سهل سهل. طب نيجي للإخفاء. الإخفاء طبعا هذا الإدغام الكامل ما فيش فيه غنة. نيجي للإخفاء عشان بس الأمثلة هي اللي بتوضح. بدهم مش اللي إذا مفخم حروح هنا، حسحب الصوت لورا، حسحب الغنة إلى الخلف إلى معمل التفخيم. يو يو، أنا لساني عند الضاء وأساسا لازم أفخم الضاء، فبروح بالمرة أودي الغنة وين؟ في مخرج التفخيم ورا. ينضو، هذه مفخمة. طيب مع القاف، القاف وين؟ أقصى اللسان. من منق 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 منق. طيب الصاد لساني هنا لكن حسحب صوتها إلى الخلف عشان أفخمها وأطبقها، فحقول منصا 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 منصل صال. طيب عند المرقق هم بدهم الترقيق صح. أذ صح، الذال منذر. أذ ححط هنا لساني، قولي أذ بعدين قولي منذي، هتطلع مرققة أكيد يعني. منذي منذي. طيب من كان من كا كا كا، قولي أك أك منك منك منك. يعني استعدي عشان تغنيها في مخرج الكاف. منك 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 منك. من كان سهلة الثاء أف أف أف. إيش حامل؟ منثو منث أف أف منثو هنا. هجيبها على طول مع الثاء. منثو أف أف من أف منث. نفخم منضو ننضو. الضاد أب أب، يا رب يفتح عليكم في الضاد. ننضو 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 ورا. المرقق لقدام والمفخم لورا. إذا بتفخمي يعني معناته أنت بتسحبي الغنة إلى معمل التفخيم وهذا خطأ، إلى الخلف. الشين أش منش منش منش، قولي منش منش. ها من شاء من شيء منش 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 من شيء. خلاص. ومن تاب تا 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 تا. ومن 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 تاب قدام. هيك اعملي، حضري نفسك لايش؟ للترقيق. ظلا ظا 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 اوب اوب ورا، الصوت ورا. ظا من ظا من ظا. ظل ظل ظلا ظا ظلا ظا ظلا ظا ظا ظلا ظليلا. جنات تجري تين تجري جنات تين تين تجري جنات تجري قدام. دائما المرقق أمام والتفخيم إلى الخلف. سحبت أي صوت مرقق إلى الخلف تفخم على طول، ودرجات التفخيم كل ما سحبتيه إلى الخلف على الآخر كان تفخيمه مية مية، كل ما كان تفخيمك سحبتيه شوي وكون مسح التفخيم تفخيم ها ها إلى أنه توصل إلى التفخيم الصحيح اللي هو بو. طيب ك كتاب ك كتاب ك
كتابك كتاب انك كتاب كريم. اعملي هيك زي ما بعمل وحيطلع معاكي غنة مرققة ميمي. ازواج انثى ازواج انثى 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 ازواج ثلاثة. التفخيم ريحا ص ريحا ص نقول ريحا ص انص انص ريحا صرصرا. كلمات تنفع كلمات تنفع 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 كلمات فتابة. اعملوا اللي بعمل ان شاء الله بيصير معك ممتع. قنوان دانية قنوان ون ون قنوان د ون د قنوان دانية. المهم على وضع الساكن الغنة. فما ننقى فما ننقى أنقى 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 ثمنا قليلا. هذه طبعا مفخمة. النون مع النون الميم مع الباء نفسه نفسه نفسه. ميم مع باء أو نون مع باء تقلب النون إلى ميم فهي نفسها. أم أم أنبا أنبا أنبياء أنباءهم. كلها سهلة ما فيش فيها أي مشكلة. سميعا بصير سميعا أم 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 سميعا بصيرا. وضحت الغنة المرققة والمفخمة. طيب في أخت يعني قالت لي حاجة غريبة بصراحة لا إله إلا الله إنه عشان يرقق الألف قال إيش حطي بلسانك دخلي شوفوا شوفوا هذا لا مش هذه هذه سؤال ثاني إن شاء الله بلاقيها. بتقول السلام عليكم لدي سؤال بخصوص الحروف المفخمة مثل الخاء والضاد عندما تكون مكسورة مثل خزي. الخاء سهلة خي. ليه؟ لأنها تفخيم نسبي خي خزي. طيب الفي فيضل إذا كانت تظل مفخمة كيف تنطق؟ هناك سؤال آخر. فيضل ضل ما تتكئيش في المفخم المطبق. هيني انتبهوا هاي في الكسر في الكسر لما تيجي تكسري لا تتكئي هنا عشان تحققي الكسر. بأعمل هذه هيك ولكن من غير اتكاء. الاتكاء كله في الداخل من عند اللغلوغ جوا. حتقولي فيو بوي 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 كل اتكائك في الداخل من المخرج وبس بوي بوي فيو ضلو. تمام كانت تظل طيب إذا كانت تظل مفخمة كيف تنطق؟ هناك سؤال آخر. طيب كلمة فخلقك الفاء واللام والكاف مرققي. تمام. أما الخاء والقاف مفخمين صح. أستطيع نطقها بالبطء صحيح. أما في التلاوة السريعة ما هي مشكلتك السرعة؟ ألف مرة أقول لك لا تسرعي وخصوصا إذا أنت مبتدئة بدك تقرأ القرآن من الجلد للجلد بالبطء بالهدوء عشان يصير عندك قدرة على اللسان إنه يتحرك صح. بعدين اسرعي يا أختي. أما السرعة لا يمكن. فخلقك فخ فخلقك لازم تقوليها ببطء. فخلقك لأنها فيها كمان تتابع حركات ولازم تنعطز أزمنة نفسها. تسرعيش يا عمري خليكي بطيئة. إذا أنت متعلمة خليكي بطيئة في التعليم. تسرعيش. السرعة مشكلتك السرعة أساسا. المشكلة الأساسية السرعة. هاي اللي بتقول لي وين راحت لا إله إلا الله.
الالف المهم بتقول بقولوا لها عشان ترقق الالف او تنزل لسان المزمار او تب والله من ما فهمت انه تستخدم الترمومتر الحراري. جرحت حالها ليش يا اختي بدك ترققي اي حرف ابتسمي الف بس ليش تستخدموا الالات هذه عشان ترققي وما ترققي وش دخل لسان المزمار في الالف الف صح ابتسمي قلت لكم حروف الابتسامه همزه وهاء وعين وحاء والواو والياء والالف الف 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 كلها مرققه. اللي عنده التفخيم في صوته يبتسم بس ما يكونش عنده اماله. اللي عندها اماله مشكله تبتسم ما تبتسميش ولا تتكئي على فكك السفلي. اللي عنده اماله حيكون وضعه عادي يعني. هي ما شاء الله الحمد لله مبتسمين من غير هواس تمام. فتنتبهوا تنتبهوا الله يرضى عليكم. وين بتروح؟ انا بعمل عليها علامه بعدين بتروح. لا حول ولا قوه الا بالله. فعالعموم عالعموم تستخدميش اشياء خصوصا للحلق وهذه ما تستخدمي عشان توصلي لحروف الحلق بابتسامه. همزه الي الف همزه عندك الحاء الهاء ها 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 بابتسامة ها بس من غير ما تتكئي هنا عشان ما يصيرش عندك إمالة. ابتسمي من غير اتكاء على الفك السفلي عشان ما يصيرش عندك إمالة. واضح الحكي ولا لا؟ سهل المواضيع هاي كلياتها بس انت اعرفي كيف الآليات. الآليات سهلة جدا. ابتسامة تجهم ابتسامة تجهم اي تفخيم تجهم ابتسامة ترقيق بس ما تبتسموش كتير. وإذا ابتسمتي ما تتكئيش هنا إذا ما فيش في يا اليا بس اللي بتكئ هنا فيها. أما الواو لا اتكائي على الشفايف. الألف اتكائي أفتح الفكين بس فقط. سهل في ناس بيقولوا لي عندي صوت عندي الحنجره هي اللي بترعد عندي اللي بترعد. انا بصدقك ليس على المريض حرج ولكن لما تيجي تتكلميني كلام عادي ويكون كلامك موزون وما فيش فيه الرجه بقول لك لا هذا معناته انت بتشدي على حالك لدرجه انك بتوصلي للرج في التلاوه. اقراي وانت مرتاحه مش حيصير عندك الترعيدات هذه تمام؟ لأنك أنت بتشدي على حالك. ما دام أنت وبتتكلمي كلام عادي معايا وصوتك في مقطع من صوتك ثبت وما فيها الرجة إذا المشكلة أنت مش حلقك أو أي مشكلة في الحلق. واضح الكلام؟ فأنت يا حبيبتي يا عمري اللي بتحسي إنه عندها رجة هذه بتكون شادة على أعصابها. لا هدي وحاولي تجيبي الحروف صحيحة وانت مرتاحة عشان تبعدي عن الرج في صوتك. واضح الحكي؟ قولوا لا إله إلا الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تستطيع أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربك بيسر لك أمرك. ربي هب لي حكما وعلما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. توكلوا على الله واستعينوا بالله. مع السلامة.